منتخبنا الأولمبي يكرمنا بفوز مطمئن على زامبيا قبل ساعات من بداية الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة منتخب مصر الأولمبي حقق فوز على زامبيا بهدفين نظيفين في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. فوز تأخر للشوط الثاني بعد ما تناوب لاعبي المنتخب على إضاعة الفرص السهلة. منتخب زامبيا ما بينش أي قوة أو خطورة، وده يخلينا مطمنين شوية قبل مباراة العودة. مبروك لمنتخبنا جهاز فني ولاعبين، ومستنيين نشوفكم في باريس. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم علينا يا رب وعلى كل الشعب المصري. شهر كريم يبقى كريم على كل الشعب المصري إن شاء الله، في سعادة وفي رقي، ودايما في حال أفضل. دايما الشعب المصري العظيم يعيش سعادة وراحة بال. نستغل الشهر ده احنا هاديين مبسوطين فرحانين بأهلنا وصحابنا صبح وظهر وليل. استمتعوا بالشهر الكريم، وكالعادة شهر يجي علينا كل المصريين، كل المصريين شهر رمضان بيبقى عليهم شهر سعادة وراحة بال. كل سنة وحضراتكم طيبين، عشان كده فرحت قوي النهاردة ان منتخب مصر الأولمبي دخلنا الشهر الكريم واحنا مبسوطين ومرتاحين. ما كناش عايزين اي زعلة، ما كناش عايزين اي نكد، ما كناش عايزين اي توتر، وده اللي عمله منتخبنا الوطني الأولمبي النهاردة امام زامبيا وفاز 2-0. صحيح هدفين تأخروا كثيرا، هدف أول لإبراهيم عادل في الدقيقة 73، وهدف تاني لعبد الرحمن عاطف في الدقيقة 88، لكن من الدقيقة الأولى في شكل المنتخبنا الوطني الأولمبي، في شكل حلو المنتخبنا الوطني الأولمبي. شكل واضح إنه في جهاز فني بيشتغل، واضح إنه في لاعبين مميزين، واضح إنه كان في جدية في اللعب، في روح، في حماس. في فرص كثيرة جدا كان في الشوط الأول، يمكن أكتر كمان من الشوط الثاني، ضاعت. ماشي المجموعة دي تقريبا شبه أول مرة تلعب مع بعض. دايما المنتخب الأولمبي لظروف الدوري والأهلي والزمالك والمنتخب الأول ما بيبقاش عنده التجميعة دي، والدليل إن آخر مباراة ودية أمام السودان النهاردة في 6 تغييرات عن المباراة الودية دي، عشان كان الأهلي والزمالك أو لعيبة الأهلي والزمالك وبيراميدز ما كانوش موجودين مع المنتخب الأولمبي. ورغم كده لا، كان في تجانس وكان في أداء كويس. كان ممكن النتيجة تبقى أكبر؟ كان ممكن النتيجة تبقى أكبر، بس في كل الأحوال هدفين يطمنونا ويريحونا نسبيا، مش كتير، نسبيا قبل مباراة العودة إن شاء الله يوم الأحد القادم. معايا عبر الهاتف الآن كابتن محمود حرب المدير الإداري لمنتخبنا الوطني الأولمبي. كابتن محمود مشرف ومنور، كل سنة وحضرتك طيب، رمضان كريم عليك. وحضرتك طيب استاذ كريم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ بهنيك النهارده وبهني منتخبنا الاولمبي على هذا الفوز. زي ما قلت من منذ لحظات انه مطمئن الى حد ما، فوز يخلينا واحنا رايحين زامبيا نبقى مرتاحين شويه. والله الحمد لله، طبعا دي المكسب، ولازم اللعيبه كانوا رجاله وقد المسؤوليه، ونشكر الفني. لكن زي ما فانا واستاذ النهارده احنا لعبنا بالشوط الاولاني لسه عندنا. كابتن محمود يبدو ان الصوت في مشكله في الشبكه، لو امكن نبقى. سامعني؟ انا كده سامعني كده. اتفضل يا فندم. تمام، زي ما بقول لحضرتك كده، بعد الماتش مستر ميكالي واستاذ جمال علام رئيس الاتحاد اجتمعوا معانا، قالوا لنا ده الشوط الاولاني اللي لعبناه في القاهره، لسه فاضل الشوط الثاني، مش عايزين نتمادى في الفرحه، واللعيبه برضه حاسه بالموضوع ده. فرحنا وانبسطنا طبعا على المكسب، لكن لسه زي ما قلت لك وزي ما حضرتك قلت، لسه فاضل شوط تاني هناك، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر برضه نطلع بنتيجه كويسه هناك ونوصل ان شاء الله لكاس الامم. الفوز لما تاخر توترته وقلقته، خاصه ان احنا كنا بنوصل للجول كتير؟ انا كنت لسه بتكلم على العشاء مع مستر مكالي في الموضوع ده. قال لي ده طبيعي، الضغوط كتيره واللعيبه حاسه بالضغوط اللي عليها والمسؤوليه بعد اخفاقات المنتخبات اللي حصلت. وبرضه الحق يقال، يعني الناس حاسه في المنتخب واحنا كجهاز بالدعم اللي كل الناس موفره لنا، اذا كان معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، مجلس الاداره، كلهم بصراحه مستقبلنا في ولا تمرين، كابتن بركات لانه المشرف على الفريق، فكل دي برضو بتعمل ضغوط اكيد علينا وعلى
اللعيبه، لان كله عايز يكسب، ومع تاخر الناس ما بتجيبش جون بدري فالتوتر بيزيد. عظيم كده. النهارده شفنا بعض اللاعبين المستبعدين من قائمه المنتخب، بس ما كناش عارفين هي اصابات لا قدر الله ولا هي استبعادات فنيه فقط، زي محمود صابر، رأفت خليل، عمر فايد، الاسماء اللي ما شفناهاش في القائمه النهارده، هم كلهم سلام ولا لا قدر الله في اصابه لاي احد فيهم؟ احنا عندنا بس محمود صابر هو اللي كان عنده الانذار الثاني، كان عنده انذارين فكان موقوف. بالنسبه للعيبه لا كلهم الحمد لله سلام، لكن هو زي ما حضرتك عارف هي قايمه 18 لعيب بس بتاعه الماتش، فهو بيشوف احتياجاته طبعا. فهو احنا المعسكر حضرتك عارف ان احنا بدانا من يوم 15، اكتملنا يوم 20 بلعيبه بيراميدز والاهلي والزمالك وفيوتشر، فطبعا كان التمرين كان مش هيقدر يشتغل التمرين من غير اللعيبه دي كلها. فهو استغل الفرصه ان انا اشوف لعيبه جديده، وخصوصا بعد ما جه ماتش السودان فاضطر ان هو يكبر القايمه شويه عشان يقدر يلعب ماتش السودان بتشكيلين زي ما حضرتك شفت. عظيم. طيب كابتن محمود، النهارده وانا بفكر وباذن الله ربنا يكرمنا، مش عايز اسبق الاحداث، ربنا يكرمنا ان شاء الله في مباراه العوده امام زامبيا، كنت بفكر انه المنتخب الاولمبي ده محتاج له، محتاج خطه مفهومه ومحترمه فيها لعيبه الاهلي والزمالك وباقي الفرق كلها تكون بتشارك مع المنتخب الاولمبي في مباراه وديه قبل كاس الامم الافريقيه. هل انتوا عاملين خطه طويله الامد حتى كاس الامم الافريقيه، ولا مستنيين بس نخلص ده وبعد كده تحطوا خطه؟ بص اقول لحضرتك حاجه، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ماتش زامبيا ان شاء الله، لكن انا عايز اقول لك ان احنا عاملين خطه ان شاء الله لغايه باريس 24. هايل. يعني انا الخطه معايا لغايه باريس 24 مش لغايه كاس الامم بس. هايل. لكن طبعا زي ما حضرتك عارف انا بناخدها خطوه خطوه. صح. ان شاء الله لو ربنا كرم الماتش الجاي هنكمل بقيه الخطه بتاعتنا لكاس الامم في شهر 6 ان شاء الله، ولو ربنا كرمنا هنكمل بقيه خطتنا ان شاء الله، لكن باكد لك ان الخطه موجوده لغايه باريس 24 بالمعسكرات، بكل معسكر امتى الشهر والوقت وكل حاجه. ممتاز. المباراه القادمه امام زامبيا هي مباراه تقام في نهار رمضان في صيام الوضع بالنسبه للاعبين وطريقه تهيئتهم لهذه المواجهه في الصعوبات دي، يعني خاصه في حراره الجو مع الصيام. طبعا مش مشكله، طبعا ده يعني اكيد ربنا هيكرمنا في الظروف دي يعني ان شاء الله. يعني ما مش هتقدر تجبر لعيب طول الافطار او صوم او كده، دي حاجه بتبقى كل لعيب ومعتقداته يعني. ميكالي متفاهم ده؟ متفاهم جدا، وصراحه هو قال انا مش هتكلم في الموضوع ده. لان دي معتقدات دينيه فانا مش هقدر ادخل فيها، لكن انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل، يعني فهمونا ايه اللي هيحصل، هيصوم وهيفطر عشان يقدر يحدد برنامجه وطريقه تدريبه وطريقته للماتش يعني. عظيم جدا. عايز اسالك كابتن محمود قبل ما اختم معاك، زياره محمد صلاح للمنتخب الاولمبي في التمرين بتاعه كان تاثيرها قد ايه على اللاعبين في مواجهه اليوم؟ بص انا هقول لك يعني اللي حصل بالظبط. احنا بنتمرن في الدفاع الجوي ملعب واحد المنتخب الاولمبي. صحيح. ومنتخب مصر في ملعب اثنين فهما جنب بعض. فصراحه هي الفكره جات لي ولقيت الكوتش قال لي احنا ممكن نجيب كابتن محمد صلاح فرصه. قلت له بص انا هقول له واشوف. فخرجت من ملعبي قابلته في ملعبه قلت له ايه رايك تيجي تشد من ازر اللعيبه كده وتتكلم معاهم وبتاع. بصراحه رحب جدا، وكان الشناوي وحجازي برضو موجودين. هايل. فكلهم قالوا لا احنا جايين معاك وجم معايا، وفعلا كان تاثيرها حلو جدا على اللعيبه. عظيم جدا. كابتن محمود حرب المدير الاداري لمنتخبنا الوطني الاولمبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. حلوه الروح، حلوه الروح، حلوه كمان المنتخب الاولمبي بسرعه نسينا احزان مع منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي بسرعه، عشان مرحله الياس والزعل والخوف والقلق على مستقبل الكره المصريه ما يروحش بينا لسكه مش كويسه. الحمد لله ان الامور بسرعه تتصلح مع المنتخب الاولمبي، وان شاء الله يوم الجمعه كمان تبقى احسن مع المنتخب الاول. ميكالي من الوهله الاولى كده تحس انه مدرب كويس. هتقول لي مدرب كويس ازاي؟ حكم تعليم المواجهه امام زامبيا خلصت بهدفين وخلاص؟ لا، مدرب بدا يعمل قوام اساسي لمنتخب مصر الاولمبي، مدرب كان بيهاجم النهارده بشكل كويس وفي نفس الوقت في حرص دفاعي وفي توازن في الاداء بشكل كويس. في دايما في مدربين كده يدوك الامارات، ميكالي اداك الاماره، يبقى كويس بقى ينجح ما ينجحش الله اعلم بالغيب، بس مدي الاماره انه هيقدر يعمل حاجه مع منتخبنا الاولمبي ان شاء الله. ميكالي بعد الفوز النهارده على زامبيا قال ان البدايه امام زامبيا ما كانتش جيده، وكان عندنا بعض الاخطاء في التمرير وخلينا المباراه اسهل عليهم على المنتخب الزامبي، وقال ان احنا كنا عارفين ان منتخب زامبيا منتخب قوي وكان يجب ان نصارع
لنقدم مباراة جيدة. وقال كمان إن المهم بالنسبة لنا هو كان عدم استقبال الأهداف قبل التسجيل. قال أدرنا الكثير من الفرص ولسه عندي أمل إن احنا نكسب كمان في مباراة العودة أمام زامبيا. قال احنا عارفين إن في بعض الأمور اللي يجب أن تتحسن في المنتخب وده أمر طبيعي، وبقول للجمهور إن منتخب مصر هيفضل يقاتل ويبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير. تحدث عن محمد صلاح وقال محمد صلاح بالنسبة لمصر قيمة كبيرة في الرياضة وكرة القدم ومعروف في العالم كله بمستواه وأخلاقه، وقال إن زيارته لمعسكر المنتخب الأولمبي كانت جميلة ولها أثر على اللاعبين والكل سعيد بيها. قال حاجة كمان في الآخر لطيفة جدا، قال مين عارف المستقبل، إذا تأهل منتخب مصر للأولمبيات غالبا هيكون محمد صلاح معانا، وأنا بقول له أكيد هيبقى محمد صلاح معاكم إن شاء الله. طيب نروح لأخبارنا النهاردة. النهاردة الزمالك بدأ يجس نبض الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر لتجديد تعاقدهما مع الفريق. هو عرض على الاثنين 3 مليون جنيه في الموسم. المفاوضات ما كانتش مباشرة، ولكن تسريبات اللاعبين من جانب مسؤولين في الفريق، كان في تسريبات من المسؤولين للاعبي نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر عشان يعرفوا انطباعهم عن الأمر 3 مليون جنيه في الموسم. حلوين؟ حلوين. ماشي. إدارة نادي الزمالك كمان اشترطت على اللاعبين الدخول في المربع الذهبي كشرط أول، المربع الذهبي في الدوري كشرط أول من أجل صرف جزء من مستحقاتهم، ثم صرف باقي المستحقات في حالة الوصول للمركز الأول أو الثاني في الفترة المقبلة. ماشي. أنا بس أنا عندي هكلمكم بصراحة، بصراحة يعني لما يبقى في منظومة أهلي بقى، زمالك، إسماعيلي، مصري، أي نادي، ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، يا جماعة أنا لما بتعاقد عقد بيني وبين نادي أنا ما بشيلش النتائج لوحدي، أنا كلاعب ما بشيلش النتائج لوحدي، أنا بس بقفل قوي من فكرة كل شوية إيقاف مستحقات، ربط المستحقات مش عارف بإيه. طب يا جماعة ما هو ده شغلي، ده شغلي، لو أنا مقصر عاقبني لوحدي، لا تعاقب الفريق بالكامل، لا تعاقب الفريق بالكامل، اللاعب المقصر بيتعاقب. انا ما سمعتش قبل كده بصراحه يعني، ابقى امين معاكم، وده زي ما قلت لكم ده بيحصل في الزمالك وفي الاهلي وفي الاسماعيلي وكل الانديه، موضوع ايقاف المستحقات ده او خصم المستحقات ما شفتوش في اي نادي في العالم، ما قريتش خبر قبل كده يعني ايه ايقاف مستحقات لاعبي ليفربول لحين الدخول المربع الذهبي في الدوري الانجليزي، ما شفتهاش. إيقاف مستحقات لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة الأخيرة أمام برشلونة، ما شفتهاش. فبرضو يعني إيه فكرة إن إحنا بنتعامل مع اللعيبة، ما أنا ماليش دعوة برضو إن أنت بتديني 10 و15 و20 مليون جنيه، دي برضو مشكلة سوق مصري، لكن ما تبص ليش بقى تقول لي إيه ما أنت بتاخد 15 20 مليون جنيه فهوقف لك المستحقات. لأ، ده رأي عامة يعني، الرأي ده مش معمول بيه في أي نادي في مصر بصراحة، بس ده رأيي. الزمالك كمان بيدرس جديا بدء التفاوض مع اسحاق يعقوبو لاعب البنك الاهلي، ظهير ايسر البنك الاهلي، عشان يفكر يضمه في فتره الانتقالات الصيفيه القادمه. هو شايف انه احمد فتوح بيفكر في الاحتراف، محمد عبد الشافي خلاص العمر بيتقدم في الملاعب، عبد الله جمعه بعيد تماما عن المستوى عن الظهور، فهو مركز على فكره انه يتعاقد مع ظهير ايسر جديد، وشايف ان اسحاق يعقوبو ماشي بشكل كويس مع البنك الاهلي، وهو واحد فعلا من افضل ظهراء الجنب في الدوري المصري. طيب ده خبر. خبر تاني هقول لحضراتكم. من كام يوم كلمت معاكم عن الموضوع بتاع الموقع الرسمي لاتحاد الكوره، فاكرين لما فتحنا مع بعض هنا الموقع الرسمي لاتحاد الكوره ولقينا في نسخة عربية فيها جمال علام رئيس اتحاد الكورة، النسخة الإنجليزية فيها هاني أبو ريدة، والنسخة الفرنسية فيها أحمد مجاهد، واتكلمنا في كتير، وبصراحة اتحاد الكورة استجاب وبدأ الآن يعدل أو جاب شركة تعدل من الموقع الإلكتروني، الموقع الرسمي لاتحاد الكورة. النهاردة الصدفة خدتني لحاجة تانية ما ينفعش تحصل، ما ينفعش
تحصل، وبرضه ليها علاقه بالايمج بتاع او الصوره بتاعت اتحاد الكوره. حاجه في منتهى الكوميديا، في منتهى الكوميديا. وللاسف هي، انا بقول كوميديا بس هي كوميديا سوداء مع كامل الاحترام. تعرفين يا جماعه الايميلات اللي اتحاد الكوره بيرسلها للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، او بيرسلها للكاف، او بيرسلها لاي منظمه عالميه، اي شركه عالميه، الميل بتاع اتحاد الكوره والايميل بتاع اتحاد الكوره ايه هو؟ ايفا اللي هو اي اف اي ات ات ايه بقى؟ hotmail.com. حاجه مجانيه اللي هو اي حد ممكن يعمل اكونت زي دوت ويبعت عليه. هتقول لي ما انا مش فاهمك. بص، المؤسسات الرسميه او الاتحادات الرسميه او الانديه الرسميه، الانديه الكبيره يعني، بيبقى ات مثلا efa.com، ات الاهلي.com، ات زمالك.com، الويب سايت، الدومين بتاع الويب سايت نفسه بيتحط في البيزنس اكاونت او البيزنس ايميل. بس فكره انك تبقى تاخد حساب مجاني، ميل مجاني بتبعت بيه لمنظمات عالميه، شكلك وحش، شكلك وحش. حاجات سهله وبسيطه يا جماعه لحد دلوقتي. لا اصلا هوت ميل ده اساسا الناس العاديه، الناس العاديه مش المؤسسات يعني، بس ما بقوش يستخدموه اصلا يعني. عايشين احنا من زمان ومفيش حد بيقول يا جماعه ده غلط. اتحاد بكل اقسامه باعضائه بكل الناس دي، محدش شاور كده وقال ايه يا جماعه هوت ميل دي مش ازاي انت بتبعت بميل للفيفا بايميل اسمه @hotmail.com، ايفا @hotmail.com. محدش مثلا خد باله، محدش لفتت نظره، محدش اصلا فاهم ان ده غلط. انا متاكد ان محدش واخد باله ان هي غلط اصلا. دي مصيبه اكبر يعني. ماشي، اتمنى برضو تتعدل يعني. زي ما قلت قبل كده، احنا لما بننصح او بنقول ما بيبقاش قصدنا نجرح او نهاجم، بس بيصعب علينا. ده الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري، فنبقى كلنا غيرانين عليه وعلى صورته. ماشي، عبر سكايب الآن هيكون معايا بابا فاسيليو المدير الفني الحالي لنادي البنك الأهلي. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا لك لدعوتك الكريمة. رمضان كريم لكل شخص. ورمضان كريم لكل شخص. شكرا. انت واحد خلاص بقيت من الاسماء الكبيره في الدوري المصري، من المدربين الاجانب اللي كان ليهم تاثير في كل تجربه. الان لديك تجربه صعبه جدا امام او مع البنك الاهلي، الفريق الذي يصارع في منطقه الهبوط هذا الموسم على غير العاده. ما هو الوضع الان بالنسبه لعملك مع البنك الاهلي؟ Sorry, can you repeat the question? I cannot hear it. ماشي. مرة أخرى أتحدث معك عن البنك الأهلي، تجربة أكيد صعبة عن التجارب الأخرى اللي أنت اشتغلت فيها في مصر. ماذا عن عملك الآن في البنك الأهلي، خاصة أنه انتصار وحيد حتى الآن خلال مشاركاتك مع البنك الأهلي أو إدارتك للبنك الأهلي؟ Yes, of course. نعم بالطبع، حينما توليت مسؤوليتي في النادي البنك الأهلي كانت مهمة صعبة وموقف صعب بالنسبة للنادي، ولكن نحن نعمل بجد. وبالنسبة لي كان فهمي الجزء التكنيكي للاعبين والتمركز الخططي كان ينبغي عليه العمل بأكثر. طبعا نحن في أغلبية المباريات كنا متأخرين في النتيجة، ولكن الآن نسعى للاستعداد بشكل جيد والعمل بشكل شاق من أجل تحسين من وضعنا الحالي. نحن لدينا مباراة رائعة ضد فريق الأهرام، فريق بيراميدز، ولكن الأداء، ما أعجبني في هذه المباراة كان الأداء جيدا جدا من لاعبي البنك الأهلي، وكان فوزا مستحقا على بيراميدز. البنك الأهلي من الفرق اللي عملت تدعيمات كبيرة قبل بداية هذا الموسم، وهذه التدعيمات
لم تؤتي بثمارها خلال هذا الموسم، هل ترى أن بنك الأهلي فريق مكتمل لديه تشكيلة قوية ولكن سوء الحظ فقط هو اللي مسبب لهم ده، ولا كان هناك أخطاء فنية هي اللي تسببت في المكانة اللي عليها البنك الأهلي الآن؟ نعم بالطبع، هو فريق وتوليفة جيدة من اللاعبين، وأنا أثق بقدرات لاعبي، ولكن الموقف صعب، وكان ما وجدته من مستوى للاعبين كان مستوى صعبا، والموقع في جدول التدريب كان موقفا صعبا، ولكن على اللاعبين بذل ما بوسعهم. طبعا هنالك اختلاف كبير بين أن تتولى مسؤولية من أول الجدول الدوري أو من بداية منافسات الدوري الممتاز على أن تأخذ المسؤولية في منتصف الدوري الممتاز. هنالك فرق بين الجهتين، أن تجهز فترة إعداد قبل الموسم الرياضي، وفرق كبير بين أن تأخذ وتتولى المسؤولية فريق وأنت في منتصف منافسات جدول الدوري الممتاز. طبعا للمرة الأولى كنت علي الإعداد في أول أسبوعين قبل الفريق، كان علي أن أستغل الفرصة بالعمل مع اللاعبين وتحفيزهم وكيفية فهم خطط لعبي وما الذي نريد بذله في الخطوات القادمة وما هي رؤيتنا لفريق البنك الأهلي بخصوص الأداء، وعلينا أن نركز على أهداف نادينا، وليس فقط التركيز على الجزء الخططي والتكتيكي، ولكن علينا أن نعمل معا بمكان أفضل للبنك الأهلي، بأن نكون مهاجمين بالكرة، أن نكون أكثر تماسكا وترابطا على وجه الخطوط، وأن نفعل كل ما بوسعنا فقط من أجل لعب المباراة، وأن نركز على كل مباراة على حدة. فعلينا فهم هذه النقطة وما هي متطلباتنا من كل لقاء نلعبه وما الذي نريد أن نطبقه ونفعله على أرضية الميدان، وبالتالي نسعى للتقدم وأن نسعى قدما. المباراة القادمة ليكم هتكون أمام نادي الزمالك في كأس الرابطة، الوضع بالنسبة لكم مش أفضل حاجة هذا الموسم، نفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك، كيف ترى هذه المواجهة والمنافسة فيها؟ I'm sorry, can you repeat? Well, حسنا، لا يوجد شخص في كرة القدم المصرية أن يقلل من حجم الزمالك ومدى قدرة لاعبيه. نعم اللقاء سوف يكون صعبا أمام الزمالك ونحن في موقف صعب، نحن بالطبع سوف ننافس فريق مثل فريق الزمالك فنحن سوف نكون في موقف صعب، لكن سيكون لقاء مثيرا ولقاء مهما لرؤية الاستمرار الأداء للاعبين وما أظهرنا أمام المباراة السابقة أمام بيراميدز، ونحن سوف نسعى ونركز على هذا اللقاء، ولدينا الفكرة التي نأخذها ونطبقها على هذا اللقاء تحديدا، لدينا الطموح في لكي ننافس في منافسات كأس الرابطة. نعم أود أن أرى فريقي وكيف يتحمل وكيف يقدم من أداء على أعلى مستوى أمام نادي بحجم الزمالك، فسوف يكون مباراة جيدة ورائعة. بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والمشاركة معنا في برنامج رقم 10. احنا لسه مكملين
مع حضراتكم بعد الفاصل. هيشرفني الثلاثي الأصدقاء الأعزاء اتكلم معهم كثيرا في كرة القدم ومباريات عالمية ومحلية، وهنهزم معهم شوية كمان عشان رمضان ننبسط شوية في ليلة إن شاء الله تبقى سعيدة على كل المصريين. محمود أبو الركم، محمود شاكر وإسلام عزة يكونوا معايا بعد الفاصل، خليكم معايا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، يشرفني ونورني في هذه الفقرة أصدقاء أعزاء. النهاردة تحس هي فعلا ليلة رمضانية، ليلة حلاوتها إنها تبقى أول ليلة قبل رمضان، زي ما بيقولوا كده إيه، أمسية رمضانية عظيمة. مع مين بقى؟ مع محمود أبو الركم وإسلام عزت ومحمود شاكر. أبو الركم مشرف ومنور الدنيا. أنا فرحان جدا لسببين. أيوه، عشان أنت وحشني بقالي كتير ما شفتكش. أنت وحشني جدا. كل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين ومصر كلهم بخير. فرحان إن أنا موجود مع إسلام ومحمود شاكر لأن الكوليكشن ده كوليكشن خطير جدا. صح كده؟ أديك الفرصة ترحب بيهم وبعدين ناخد حاجة. عايز أقول لك إسلام، يعني أنا دايما بدأ الحلقة وأنا جاي أقول إيه، ربنا يعديها على خير. مش عشان حاجة، عشان هنقعد نضحك ومش عارف نتكلم. أقول لك الأسود. أيوه عامل لك يوم. وحشني طيب. أنت المرة اللي فاتت جبت لي اتنين دكاترة. أيوه. جايب لي الاثنين محمود. يعني يا جماعه انا لو جاي العب المتشابهات والمختلفات مش هنبقى كده كده مزنوق. منور الدنيا صراحه. اخبارك ايه؟ كله حلو. احمود مشرف في الدنيا وحشني حبيبي. انت اللي وحشني والله، وسعيد جدا طبعا. محمود ابو ركب يعني واحد من الاساطير في الكره الايطاليه وفي الكره عموما. واسلام النهارده اول مره اطلع معاه. واسلام محمود اسلام كلنا. اسلام عزت عاركني فقلقان انا من الحلقه وما عرفت اسلام عزت موجود، بس ربنا يستر فعلا يعني. حبيبي خد، قبل ما نخش في تفاصيل كوره وكلام بجد، وانت بتعلق مباراه في رمضان بالنهار، انا السؤال ده جالي وانا جاي يعني بالنهار، بتعطش بتتعب وعايز تاخد نفس، بتتعب اكتر من اللعيبه، تمام؟ قول لي المباراه كده عدت عليك في رمضان وكانت متعبه عليك جدا، يعني المباراه كانت ممله وانت تعبت وزهقت ومش عارف بقى خالص. احكي لك فيها واقعه لطيفه جدا كمان. كنا بنعمل مباراه ايطاليا اوروجواي على اون سبورت قبل كاس العالم بالظبط. فاكر اون سبورت خدت المباراه دي حصري. صح. فسافرت مع كابتن حازم وكابتن ايمن يونس وسافرنا ونعمل الماتش. حلو. الماتش كان في رمضان. بيتلعب في ملعب اليانز ريفيرا في مدينه نيس. وبعدين احنا طلعنا من مصر رحنا فرانكفورت ترانزيت. وانا مزنبق السفريه كلها. هم احنا على سفر يا جماعه هنفطر؟ انا اقول لهم لا، انا همسك. انا مش ما انا بعد رمضان مش هرجع اعوض تاني. ما بنسى، الواحد بينسى. صح صح. طيب فروحنا ميونخ، الدنيا كانت بتغيم في مصر. احنا طالعين المغرب خلاص، ما طالعين الساعه 3 العصر. رحنا ميونخ لقينا الشمس لسه في نص الظهر. ساعه وهنركب طياره تاني عشان ننزل نيس. اوبس. نزلنا نيس لقينا الساعه 9 ونص بالليل. كابتن حازم بقى ربنا يديله الصحه قال لي انا اول ما اشوف واحد بره في الشارع هقول له كابتن المغرب بيبدا امتى؟ ايوه. انا عايز اكل. الشمس بتنزل امتى؟ وبعدين كان نفس يوم الوصول ويوم تعليق المباراه، انا قررت ان اعلق المباراه اكمل صيام. ماشي. انت كنت كده فاضل بقالك قد ايه صايم؟ دخلت في 16 ساعه زمن يعني. دخلت 16 ساعه وابتديت بقى يجي لي ديهيدريشن، ابتديت انشف. وبعدين اكتر حاجه منغص عليا وانا بعلق ان احنا مصريين التعليق بقى عربي ومصري. المعلق الايطالي قاعد جنبي. الالم بتاعي او بتاعه ضاع. ففي الم على البنش، فلما بيجي يحصل تغيير بنتخانق على الالم. فوصلنا لمرحله بقى ان انا قلت بقول له ما تخليش اخسر صيامي عليك اصلا. بقفل البتاع كده لانه بعدين. وبعدين ابتدى قرصني في ايدي، خدت الالم. فالتغيير اتحصل، كان مش عارف مين بيلوتي خرج ومش عارف مين. فانا رحت قايل التغيير وهو ما خدش باله، كان بيبص في الورقه ما يعرفش مين اللي اتغير. فابتدى يبص في ورقتي، رحت منداري ورقتي. يا سلام. كل واحد يبص في ده. كل فالموضوع الراجل ده سلى صيامي جدا، وكان كل شويه يشرب. فبعدين ايه لما جه صالحني فبيديني اشرب، فقلت له لا مش عايز. قال لي كمان بتتنك كمان. مش عايز. فكانت قصه طويله. حلو. انتهت بان كابتن ايمن يونس ربنا يكرمه. حبيبي كابتن ايمن كل سنه وهو طيب، انا بحبه جدا، كلنا بنحبه. طلع اربع ادوار في المدرج وجاب لي ميه وفضل واقف لحد ما انا خلصت وسلمت. كان هو كسر صيامهم وراح مديني، كانت اطول مده صوم، بس فعلا تعبت جدا جدا فيه. قوي قوي. كان أتكلم. باور طبيعي مش طبيعي. اسلام ايه حكايتك؟ لا ما علقتش على ما علقتش ورا صوتك. طيب انت بقى ايه الماتش اللي انت فاكره في رمضان كويس قوي؟ هقول لك على ماتش صعب قوي يعني. كان الزمالك وكانوا نيويند نهائي كاس الكوسه الافريقيه 2000. الزمالك كان كسبان 4-1. وكانت البطوله دي المفروض يعني انها مؤهله لكاس العالم، لكن احنا عارفين ان كل حاجه في الدنيا بتتغير. تمام. فالزمالك كسبان 4-1 ورايحين نلعب، والدقيقه 80 ورايحين نفطر بقى وبتاع،
خلاص يعني فاضل 10 دقايق على الفطار تقريبا، والزمالك فاضل 10 دقايق واخد البطوله، والزمالك عشان يخسر 3-0. طبعا انت عارف احنا هنا في مصر بنحب الحاجات الصعبه. أيوة. يعني فاهم يعني الزمالك ايه ده اكسب اول ماتش كده واخد 6 بونت واسع كده مجموعه ازاي كده ايه ده ازاي يا جدع الاهلي كده اخسر 5 والتاني يبقى في ايده فيضيع ضربه الجزاء واجيب الحاجات دي احنا بنحبها بنموت في السسبنس. فالمهم مره واحده 1-0 كانوا يا ويندي حمى بقى انت ده لسه فاضل عايزين جونين وفاضل 5 دقايق 5 دقايق مش فاكر مين في الزمالك حط جون في نفسه بقت 2-0 وفاضل 5 دقايق قعدنا اخر 5 دقايق دي يا رب. طب الماتش كان صعب جدا جدا وانا كنت كان خلاص كان شايف ان الزمالك لو قعد يعني شويه كمان هيدخل جون 3 وكان بالنسبه لي صعب. انا الماتش ده عمري ما هنساه في رمضان خالص. لا لا ما عرفتش افطر يوم يعني حتى لما كسبنا ما عرفتش افطر خلاص الموضوع شبعنا خلاص. هو فاكر ماتش انت شفته في رمضان؟ لا انا في سفريه كاس عالم 2018 روسيا. كان مصر هتلعب اول يوم عيد وانا بقى كنت بره مصر كنت عايش في قطر فسافرت بقى من قطر لغايه روسيا وترانزيت صحابي كلهم احنا كنا طالعين حوالي 7 أو 8 كلهم جابوا من دار الافتاء ان احنا ينفع نفطر ان احنا هنسافر وعلى سفر كلهم فطروا وانا مصمم افطرش يا كريم وسافرت وبقى ايه بقى كل شويه بقى طب ما افطر يعني ايه المشكله. فضلت يا كريم والله من مطار رحت اذربيجان قعدت فيها ونمت كده في الكبسوله دي برضه هيخشوا لما وصلت روسيا مفيش بقى طب انت مفيش بقى خلاص اتصمت بك حوالي 20 ساعه فوصلت لغايه اخر ساعتين فطرت. طب انا لحقت والله طب انا فطرت ليه طب فطرت ليه من الاول فضل ماسك نفسه وقاعد بقى في الطياره بقى ركبت طيارتين في اليوم صعبة. بقى انت بتقف صعبه والله وزي عدت تايم زون برافو عليك برافو عليك وتاكل ايه وفاكر انا في روسيا تقريبا كان من الساعه كان الساعه كام 9 بالليل تقريبا 10 بالليل ايوه كان في الوقت بدري ما كانش فيه اصلا ولا شمس ولا اي حاجه فبقول لك كريم واركب الطياره وتاكل لا لا خالص والناس كلها في الطياره بتاكل وكلهم مشجعين وانا بقى ماسك نفسي انا اللي هخش الجنه انا بقى اللي هخش الجنه اللي عشان ربنا وفي الاخر فطرت عشان ربنا يكرمنا النهارده ونكسب اخر 1-0 هات يا ابني صدق باظت خلاص والله العظيم يا اسلام من اسوء لحظات حياتي الكرويه انا قاعد قدام الجون الناحيه الثانيه الفاول اتلعب بتاع اوروجواي وخلاص بقى قاعد فاضل دقيقه على الماتش يخلص واول مره في كاس العالم وبعد 28 سنه وفرحانه جون جه يا كريم والله العظيم حاله من السكون والهدوء في الاستاد كله الا جماهير اوروجواي فكان يومين صعبين قوي بصراحه كانوا صايمين برضه ليه ذكرى سريعه جدا مع كابتن حمد امام الله يرحمه رحمه الله كنا بنعلق الدوري الانجليزي في احد القنوات العربيه فكابتن حماده الله يرحمه يعني بص كابتن حماده ليه عليه افضل كتير قوي وعلمني حاجات كتيره جدا في الشغلانه وبره شغلانه كابتن حماده علمني مش بس تعليق علمني اجراءات المعلق في الصيام كنا بنعلق الشوط الاولاني دوري انجليزي الشوط الاولاني صايمين بين الشوطين نكسر صيام الشوط الثاني فاطرين فانا طبعا غشيم صغير لسه 22 سنه وكابتن حماده بقى بمسك في ايده اجري وراه قال لي لا ما تعملش كده بدخل انا بقى فته وبرياني بين الشوطين هموت من الجوع جعان قال لا 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 تعمل ايه كوتش وانت بتعلق لا ده انت فعلا لقيت صوتي بيتغير صوتك يتغير وحالك يتغير بص تبقى قرد وانت في المايكرو تعال تجيب التفاحه تقطعها كده تجيب الموزه تقطعها كده تجيب التمره تقطعها كده تبعد عن السكر الفلاني تاخد الساعة الاول بيعمل بروتوكول الله يرحمه كان بيعمل بروتوكول كده والله العظيم كان بيعمل بروتوكول انا لما عملته اتغيرت انا كنت بتعب جدا يا كريم في الماتشات دي وبعدين ساعتها كنت لسه بادئ فكنت باخد الصبح كنت باخد مقاوله بقى الصبح دوري اسكتلندي بعد الدور دوري دوري انجليزي بالليل بقى دوري برتغالي شفت كنت عايش كره القدم وهبت نفسي لكره القدم والصوت ده صوت حقيقي مش كده وكده باجي بالليل بقى خلاص عامل زي الناس اللي في الموقف اللي بين ده حبيبي يا حود لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نكمل هذا الحوار اللطيف اللذيذ اللي مفيش بقى اهلي وزمالك وخناقات وجو وحاجات بعد الفاصل نواصل خليك معانا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب اسلام لو عايز العب معاك لعبه خياليه كده خياليه قوي كمان خياليه جدا لو عايز حاجات في الكره المصريه ما تبقاش موجوده بعد رمضان ايه هي الحاجات واول حاجه جت في دماغك ما تقولهاش لا انا عرفتها خلاص لا لا العكس والله انا مش لاقي حاجه تبقى موجوده اصلا يعني بجد والله ايه اللي مضايقك تقول ايه ان شاء الله رمضان ده كده ايه يجي بقى. طبعا ده مش هيحصل بس يخلص رمضان الحاجات دي كلها ما تبقاش لا انا فعلا والله مش بهزر بس انا فعلا مش شايف حاجه يعني اقول لك كنت بفكر في الموضوع ده من كام يوم كده مع اصحابي وبتاع فبقول لهم احنا عشان الاول نتحسن احنا واضح ان احنا مستوانا بعيد عشان ما نقعدش نكذب عن بعض يعني
سواء عن السنغال مثلا كمنتخبات او كان انديه كمان في انديه ابتدت تبقى احسن في القاره زي سان داونز مثلا. الاول احنا عايزين نعمل ايه؟ يعني انت في الاول عايز دوري قوي ولا عايز منتخب قوي ولا عايز محترفين؟ انت مكبرها قوي. ايوه انت عايز ايه؟ انا عايز بس الايميل بتاع اتحاد الكوره ما يبقاش يا عم دي قاعده صفه كده في يعني لا اقصد ما دي اخر فاضل لنا كام ساعه كل دول جاب رئيس اتحاد جديد قبل الفطار كده انا عايز الايميل ما يبقاش ifa@hotmail.com تعرفت القصه دي؟ لا انت بتتكلم ده غير موضوع كويس اللغه ده كويس ان في ميل. انا بزعل جدا يا محمود بزعل انا بزعل الناس بتفتكرها انه عادي بس ده يا جماعه ده كويس ان في ميل والله اصلا انا عارف ان هم لحد فتره قريبه كانوا بيبعتوا فاكسات طب بيقول لك احنا بعتنا فاكس لحد هو لحد دلوقتي في فاكس بنبعت فاكسات ايوه والله لا ما بتهزرش لا بص خل بقى طبعا فكره والله فعلا فعلا تسمح. بيبدلها بس ان هو مثلا يقول له بدل الفاكس ابعتها لك على الواتساب لا لا بص دلوقتي برده لو تسمح احنا برده عندنا العرف المصطلح هتراسل بره فاكس ممكن يكون ايميل بس هو لا 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 في العرف بتاعه فاكس يا عم انا بقول لك في فاكس بيدوروا على فاكس والله بجد بس الجوابات دلوقتي بتتبعت بالميلات مش يعني خلاص بقى موضوع ما احنا عارفين بص بص ما احنا عارفين طب انا اقول لك على حاجه ممكن تبقى اصعب كمان احنا شايفين ان احنا لو بنقدم كره محترفه انا عايز الميل بتاع 18 نادي كمان اصلا انتوا ماسكين في الميلات يا جماعه بجد والله طب ممكن اقول لك على حاجه مش في نادي من بلاش نقول اسمه يعني من سنتين كان عنده مشكله ان هو ما حدش بيفتح الميل فجاله خسر قضيتين كلنا عارفينه وانا بقول لك هو انت بتقول ما بتتكلموا في مات انت شايفها حاجه لا طبعا بص موضوع الميل ده يكسف بص اصل مصر بلد كبيره جدا ايوه مصر دوله كبيره ومصر وفي تطور يعني في التكنولوجيا حتى لو انا بتكلمك مثلا من 10 11 12 سنه وان كان في تطور في العالم كله بس كنا شويه صح لسه بس دلوقتي حتى المؤسسات الحكوميه كلها صح. دلوقتي في تطور التكنولوجيا الدوله عندها خطه واضحه للحكومه وعندها خطه واضحه للمودرن جوفرمنت وبتاع والدنيا حلوه وبنتطور مش احسن حاجه بس بنتطور ونتعلم وفي بروجرس شغال بس لو هنتكلم في كده لا ده انت في حاجات بقى يعني اول حاجه نعمل زي المانيا كده المانيا بعد ما اتلسعت في 2006 من ايطاليا قالت لك بس فركش تعال نبدا من الاول اللي عندهم 12 سنه فين قال لك في واد طويل كده اسمه مولر عنده 12 سنه قال لك بس ده اللي هناخد بيه كاس العالم فين وفين يا ظالم في 2014 مولر ده لسع البرازيل سبعة في ريو دي جانيرو الغي ملاعب الترتان من قواعد الناشئين أيوة. الزم الانديه بعمل بنيه تحتيه انديه المحترفين بعمل ملاعب للدرجه الاولى وملاعب للبرايم وللناشئين تبقى موجوده شوف البلاد اللي عندها النهارده نتائج في الكوادر اللي تحت المغرب والسنغال حكايه المغرب والسنغال المغرب والسنغال البلدين الوحيدين في افريقيا اللي خدوا المنح من الاتحاد الافريقي وظفوا الفلوس في غرضها فالمنح اكتمل الاتحاد الافريقي بعت منح عشان يعملوا ملاعب ويستثمروا في البنيه التحتيه البلدين الوحيدين اللي خدوا الفلوس حطوها في الملاعب وعملوا ملاعب نجيله على اعلى مستوى المغرب والسنغال كل المشاريع الثانيه تمويلها وقف بعد 40% في اول اوديت بيعمل عليك اوديت بيلاقيك وقعت فبيديسكواليفاي النتيجه ايه النهارده المغرب في سيمي فاينال كاس العالم السنغال كسبها كله بتصرف كل حاجه والسنغال لو لعبتك بينج بونج هتكسبك ربنا يستر محمود بعد رمضان ان شاء الله محتاج جماهير محتاج تسافر فين في العيد ايه بس هنج عايز اسافر مع الجماهير لا لو حاجه بعد رمضان الجماهير جماهير كريم والله العظيم هتفرق بشكل كبير جدا انت لما بتبص على نروح نلعب ماتشات بره بتروح تلعب في تونس والمغرب عارف يا محمود الخطوه اللي حصلت بتاعت ماتش الاهلي ان شاء الله والهلال 50000 مشجع انا بس حابب ان ال 50000 مشجع دول يبقوا مثاليين يعني عارف مثالي اكتر من مشجع الكوره بالمناسبه انا دايما اقول ان مشجع الكوره بيتنرفز وبيتعصب واحيانا بيتجاوز ده في العالم كله بس حتى في المباراه دي تحديدا عشان تدي مثل ونموذج حاول تبدو كانك مثالي حاجه تانية برضه كريم عاوز اقول لك عليها غير موضوع الجماهير يعني كنت شفت احدى التصريحات يعني لاعب سابق في نادي كبير بعد ما بطل كوره طب انت مثلا ايه طب تعال اشتغل في قطاع ناشئين مدرب ايوه كريم دي كارثه كارثه في الكوره المصريه يعني انت كنت لعيب في برقيق كنت تبقى مدرب كبير في احدى الانديه سواء اهلي او زمالك او اي نادي ده ونادي صغير كمان بالمناسبه بيترقى كده بطلت كوره فانت دلوقتي بتجيب هذا الشخص او هذا اللاعب حتى لو كان لعيب كبير جدا مش دارس مش واخد اي لايسنس ما يعرفش اسس وتقويم اللعيبه الصغيره كريم احنا زعلانين على منتخب الشباب ليه كريم انت تبص على منتخب الشباب تبص على التاكتكس بتاعه الفرقه الملعب عباره عن بقع فاضيه الناس مش عارفه تتحرك صح التمركزات فيها اخطاء كبيره جدا قرارات اللعيبه فيها مشاكل كتيره جدا بسبب ايه يا كريم ما ينفعش يا جماعه هو الاساس
اللعيب الصغير بيكلمك على مولر، قال لك فين مولر؟ في ناس عندها 12 سنه، تعالى كبره، خد كاس عالم، اسس الراجل. كيفن دي بروين وجلاك ولوكاكو وهازارد كل دول طلعوا كريم. الاهم اللي نفس ذات الاهميه ان المدربين يبقوا واخدين لايسنس ايه والكلام ده كله، ان المدربين الصغيرين اللي بيكبروا اللعيبه وبيقوموا اللعيبه وبيربوا اللعيبه. اصل يا كريم عارف برده قصه ثانيه، الثقافه دي مهمه جدا. لما لعيب يبقى عنده 16 17 سنه ويبقى بروميسنج جدا ومره واحده يجي ياخد فلوس كتير، اللاج اللي بيحصل معاه ده بتخلي بتشوف انت اللعيب بيعمل، بيبقى في اقصى حاجه ليه وفي البيك بتاعه، وفي ثواني بيقع. ممكن مثلا كتر ما عندوش ثبات انفعالي في حاجات كتير، في فلوس. انت عارف ان احنا دلوقتي الفتره الاخيره دي كان في مدربين مصريين بياخدوا الرخصه ايه من الاتحاد المصري لكره القدم؟ انت عارف القصه دي؟ عارف. ما تعرفش طبعا مين كان بيدي الدوله دي؟ عارف مين بيديها؟ الناس اكاديميين في اتحاد الكوره. وكان من الشروط ان ما ينفعش يبقى لعيب كوره. انا عايز اقول على حاجه بس، بما ان اتكلم عن كان فيها مشكله في المده، وخلي بالك انا اسف اسلم، لا اتفضل، بس حته الرخص دي كمان انا متابع الموضوع كويس جدا. الرخص بتاعتك مش متعادله في اي مكان في العالم، صح؟ لا في اسيا، برافو عليك، ولا في اي مكان. ده انت لو رحت دوله عربيه، امارات او السعوديه، هيقول لك عادلها بحاجه ثانيه. خد اسيوي برو برو الاسيوي. عايز اقول لك على حاجه، محمود كان متابع المنتخب الاولمبي النهارده. المنتخب الاولمبي طبعا مكسب مهم وكل حاجه، عشان اكون امين مكلم مدرب كويس، عشان اكون امين، وبان شغله النهارده، بان في الفرص، بان في التوزيع، وبان في كل حاجه. لكن بان جدا احنا ما عندناش مواهب، الدنيا بعيده قوي. صح. يعني لا انا يعني بعترض، انا بعترض. طب لا هقول لك على حاجه بس، خلص بقى فيها براحتك. هقول لك على حاجه وعاركني. هقول لك على حاجه انا عاركني والله. لا انا شايف ان لا، لما يبقى اللعيبه النهارده مثلا نقول القوام الاساسي لمنتخب مصر فهمش غير لعيب او اتنين بيلعبوا بشكل اساسي في انديتهم، لعيبه انت مش شايف، معلش مش هقارنهم، قارنهم بالراحه الاجيال اللي قبلهم 20. مين؟ رمضان صبحي واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ومحمد صبحي ومحمود جاد وفتوح. قارنهم بالجيل بتاع مروان، قارنهم بحتى الجيل اللي خرج من التصفيات بدري، اللي هو الجيل اللي كان بتاع فينجادا تصفيات 2008. كان في مين؟ جيل محمد عبد الشافي وشيكابالا واحمد سمير وكريم زكري ومحمد زكري وامير توفيق. لا احنا مستوى المواهب عندنا عمال يقل. صح. هو بيقل عشان انت مش قادر حيب. تدور. صح. استاذ محمود ابو لقب عايز يعركك، انت تقول له عاركني هيعركك. ده انا هقول له للاسف عشان الوقت بيروح مني، فلازم اطلع فاصل. ماشي. هطلع فاصل وهيرجع يعركك، خليك فاكر. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. اسلام عزت دعا محمود ابو لقب انه يعاركه قبل الفاصل وقال له عاركني. فيما يخص اسلام كان رايه انه مفيش مواهب دلوقتي في الكره المصريه، محمود اعترض ورفع ايده. انا ما قلتش كده، قلت لمحمود لحظه نطلع فاصل وارجع خلص عليك. لا انا ما قلتش كده. قلت ايه؟ نرجع للفار. انا قلت ايوه المنتخب الاولمبي عنده مشكله، ما عندوش مواهب، والمشكله في ان انت تدور على المواهب. لكن الكره المصريه في مواهب طبعا، لكن انت مشكله في ثاني منتخب بقى. لا في ولا منتخب. ماشي اتفضل اسمح. قول يا باشا. مش هتجري. بص عشان يعني الوقت مش هيسعفني. انا خلصت لك عليه الاول قبل ما اجي. لا انت يعني ما يصحش كده. بس اتفضل. علشان الوقت مش هيسعفنا في دي. انا ليا عندك بعد رمضان حلقه خاصه بالموضوع. يلا بينا. يا ريت. تمام. يا ريت. لان انا محترم وجهه نظر اسلام جدا، وهي صائبه بنظره كبيره وبعيده. لكن انا ضد فكره الترويج ان ما فيش مواهب. احنا عندنا سوق كبير جدا في اداره المواهب. احنا بنكب المواهب في البحر في المرحله من 13 سنه ل 16 سنه. انا النهارده بالمناسبه والصدفه سبحان الله، انا فاكر ان احنا جايين نتكلم على تشامبيونز ليج وكره اوروبيه زي ما احنا بنعمل دايما معاك. عندي شاب من المتابعين على القناه بتاعتي على اليوتيوب بتوع الدوري الايطالي، بقى له فتره بيبعت لي لازم تيجي تتفرج عليا النهارده. عندي نهائي القاهره، بيراميدز بيلعب 2009 بيلعب مع نادي المقاولين، وهو هداف نادي بيراميدز يونس محمد سامي. قال لازم تيجي تتفرج عليا، ولازم يا كابتن تيجي، ولازم تيجي وبتفرج على كل حلقاتك، وبحب الكره الايطاليه وبحب الدوري الايطالي. فرحت. رحت من 6 اكتوبر الدفاع الجوي، اتفرجت على الماتش. بالمناسبه يعني مبروك لنادي بيراميدز، كابتن معتصم سالم وكابتن توفيق عيد وكابتن ايهاب المصري وكابتن احمد فهمي، كل الناس دي مبروك ليهم، عملوا ماتش كمان ماتش عزيز. جميل جدا. انا شفت 7 لعيبه، شفت 7 لعيبه في الفرقتين، 7 محمد صلاح عندهم 13 سنه. لو عرفت تدير هتطلع ب7 لعيبه محمد عظيم. صلاح عظيم. حلو قوي. بس هنعمل حلقه. فالمواهب موجوده. بس انا متاكد اللي هيحصل لو ما تمتش، لو ما حصلش اداره للمواهب دي في الثلاث اربع سنين اللي جايين هتنتهي، مش هنسمع عنهم.
محمود شرفت ونورت. احنا هنعمل حلقه ثانيه عشان انت قلت كلام مهم جدا ومحتاج يتفرد له وقت كتير بس جدا. لازم اسلام يكون موجود. اسلام لازم يبقى موجود. محمود لازم اجي له بعد رمضان مع النتائج بتاعه. محمود شرفت ونورت. شكرا جدا. محمود شرفت ونورت حبيبي. اسلام شرفت ونورت. انا قلت لا قلت سيبك للاخر بس بعد المحمودين. طيب طيب ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى كل الشعب المصري. امين يا رب. اشوفكم على خير.